الزيارات للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. زيارات القبر تبسي قسم هذا. زيارة شرعية. زيارات شرعية. وزيارة بدعية. زيارات بدعية. وزيارة شركية. فزيارات الشركية. الزيارة الشرعية لها شروط. زيارات الشرعية شرط بهذا. أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت، تذكر الدار الآخرة، تذكر الجزاء والحساب. بزيارة طاقوبة أو قريب بفكراكي أو بشام مرنة خبيرة خود رفع علامة خبيرة خود أخيراتي وكبرة خبيرة خود أو قصة جوجة. الشرط الثاني ألا يسافر، لا يشد إليها الرحل لزيارة القبور. شرط دداجي أو قريب سبق قبرك سفرينك مثلا إجبرانات مملكتك دني. الشرط الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له، دعاء الله سبحانه وتعالى له وللأموات بالمغفرة والصفح عن الذنوب. شرط السياجي أو قري قلبي خدا وي إنساني را نيتي بكاكي أو دتشاوي داري وانا را دعا بكا بوانا بغازنا وانا را دعا بكاكي سبك رب عالمي وانا ببخشي. فإن نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله سبحانه وتعالى هركي وي زيارتي وان نيتا خن بكا فهذا هو الشرك الأكبر. هركي وي زيارتي وان نيتا كدني وبكا عوض ما الشركة مازن دا. وإن نوى دعاء الله عند الأموات كأن يطلب مثلا زوجة صالحة أو ولد صالح هركي أو نيتا غبينا أو هرا ويداري دا بوان ميتا رب العالمي را دعا بكا سبق راح حلق العالمي زارة كده مالا كده. هذه زيارة بدعية. عوض ما زيارتها بدعية.